موتني موتني وريحني يا ليل، موتني زي ما موت بنتك. ليلى ملهاش ثمن. بتدافع عنها ليه؟ عشان تبرأ نفسك؟ ها؟ بالحكاية اللي بيحكيها ليل يبقى هي ملهاش ذنب فعلا يا بنتي. بعد إذنك يا بابي لو سمحت ما تتدخلش عشان ما حدش فيكم فاهم أي حاجة. التفاهم مش هينفع دلوقتي يا بابي. ولا بعدين ولا بعدين ولا بعدين. أنت قدامك حاجة من الاتنين بس، يا إما كده تقتلنا كلنا على بعضنا عشان تريح نفسك، أو تطلع بره دلوقتي وتمشي. مش سجاير والله. ما معاكي السجاير يبقى تدفعي تمنها يا حبيبتي. طلعي السجاير بقول جرى ايه يا شبر؟ ما خلاص بقى ما تلمي الدور يا اختي، البنت بتترعش قدامك اهو. جرى ايه يا ليلى؟ انت هتقطع علينا ولا ايه؟ ما بتشربش سجاير يبقى تدفع حقها. خدي دي 20 جنيه اخر 20 جنيه معايا، انا والله العظيم معيش فلوس. 20 جنيه؟ 20 جنيه يجيبوا ايه يا حبيبتي؟ انا بشرب مستورد يا اختي، ده غير اللي هيروح يجيبها. 20 جنيه حلوين قوي يا شبرا، ولا لو عدت جلاله الله يا شبرا. خلاص كليها يا اختي. تعالي تعالي فرشتي، تعالي تعالي فرشتي اهي، تعالي الحته دي تبعك، اقعدي خفيش. ايه خلصنا؟ اقعدي بقى اقعدي اقعدي. كده هتعرف كل حاجه. مش مهم. هو ايه اللي مش مهم؟ بتعرف لغايه فين؟ بتعرف ايه بالظبط؟ ايه دي شويه يا رنان، انا بقولك الكلام ده عشان عارف ان هي هتعملي مشاكل كتير. انت عارف لازم تعمل ايه بالظبط؟ عارف ان فاضل ساعه للفجر وعايز الحقه. انت بتقول ايه؟ يحصل اللي يحصل خلاص، انا مبقاش فارق معايا اي حاجه. يا ليل كده هتضيع نفسك. انا هقوم اصلي. يا ريمان اوعي تعملي اي حاجه من غير ما ترجعيلي.